السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناتكم هشام الطبخ. اليوم ان شاء الله راح ندير وصفة تاع طبيخة. بون طبيخة هذه عندها واحد اليومين و ثلاث ايام درتها الزوجة الكريمة وعجبتني بزاف لا روسيت، قلت تعطيني لا روسيت نديرها في القناة. عندنا لهنا جلبانة، عندي شوية توم، عندي شوية رز، حشيش حشيش شحال مختار نقول حشيش، يسقسوني شنو حشيش. حشيش يعني ماشي معدنوس، حنا اللي ماشي معدنوس نقولوا له حشيش، ونورمالمون كاين يسميوه دبشة كل واحد كيفاش. المهم حشيش تاع الشربة هكذا. توابل عندنا الملح، فلفل احمر، فلفل اسود، عندنا القرنوم. تقدروا ديروا قرنوم، حبيتوا ديروا ما ديروا شو مليح، بصح كيف يخدم بزاف كي ليفيتيوه تقدروا تيفيتيوه ثاني، بصح انا اليوم راح نديرو اوبليجي عليا نديرو. وعندي شويه فول. ايضا المنتوجات المميزه اللي نخدم بها في القناه، عندي هريسه تاع عمور وطماطم مصبره تاع عمور. بون هذه طماطم، هذه طماطم نفس الشيء، فقط لومبالاج يتبدل، ممكن تلقاو هذه ممكن تلقاو هذه. وبخصوص اللي سقساوني على الماركه اسكوزا مع اسمه عمر بن عمر، ماشي لاماك تاع عمر بن عمر، لاماك تاع عمر بن عمر وحدها، هذه لاماك تاع عمور اللي تخدم المعجون تاع عمور، ما نخدم بها نخدم فيه المصافات ان شاء الله. هادو لاماك تبع العمور، يعني هريسه وهادو ما طماطيش اللي نخدم بهم في القناه تاعي، منتوجات تابع العمور، وانا دي اختار نصحتكم بهم، قلت لكم بلي طماطم تاعهم هريسه المنتجات تاعهم خدموا بهم كونكم مهنيين. جميع منتج شتوني خدمت به في القناه يعني جاز عليا عجبني حاجه الاولى ونصحكم به. ما دير تما كي تروحوا تشريوه تتلف لكم اللي راه يتبع لاشين تاعي، كي يروح يشري المنتج هذاك على بالي به يعجبه. واذا لقيتوا نتيجه واحده اخرى كاين تعليقات تقدروا تكتبوا لي في التعليقات. هذه هي. اذا دوكا نجيو نخدموا القرنوه تاعنا. بسم الله نحولوا هذه هكذا، جيبوا طرشونه ولا ساشي ولا عسل اللي عندكم من احسن. هنا شغل الاولين نعاونوهم، شغل نحولهم فوق شابو هذا باش من بعد كي نجيو نطرد تقول فوقاني يلقاو على من يتكاو باش يتكسر. على بالي بلي قرروا هذا نطولوا معاه شويه نحكي لكم على الحكايه باش ما تديكوتيوش. وحده قالت لي اختار ما كملتناش الحكايه نهار قلت لنا بلي كنت نخدم خدمه، ما قلت نخدم مش خدمات، كيفاش كيفاك الوقت باش نخدم مش خدمات. شوفوا قلت لكم انا ديجا كي بديت نخدم الخدمه هذه، بديت نخدم على الاول في بلاصه هذيك حكيتهم عليها شامون فينا باك، رحت خدمت واحد البلاصه سيتي حياه من الصباح برك نخدم الصباح، تما لقيت روحي بلي مريح فمن الوحده نخدم صباح حتى الوحده ونكمل الوحده ونص ماكسيموم. لقيت روحي نروح في الكار هذا نحقق الدرج واحد ثلاثه زوج ونص كون خطره كيفاش على حساب الكومبرومو. خمم قلت كيفاش ندير باش نقدر نخدم الخدمات، لازمني ترونسبور وسيله النقل. هذيك هي المره الاولى اللي درت نشري فيها موطو، ما كنتش كاع نعرف نشري سوق موطو، والله ما نعرف نشدها في يدي هكذا. ومن بعدك ايا خلاص واش درت؟ قلت نشري موطو، شريت موطو كان عندي باقي 6 مليون اللهم على بالي شحال. عيط لخويا، عيط خويا فيصل، فيصل تشوف سلف لي شويه دراهم نشري موطو. قال لي ايا اوكي روح ديهم، روح جبت فيها موطو، سي بون موطو خليت شويه مصاريفها نروح بها باك ترونسبور هكذا. فالبلاصه تعلمتها ضربت فيها تونا قال لي خلاص هي تقدر تسوق، اديتها رحنا تكاتبنا عطاها لي، درت انونس نورمال انونس في موقع، كاين موقع بزاف مواقع في الجزائر اللي دير فيها انونس هذا بار انترنت، تشرح واش عندك ميتي هكذا من يجوك يعيطوا لك الناس. انا صورت دوك لي بلا اللي نطيبهم وين نخدم بارتو، بارتو نصور ونخليه يتصاور، صورتهم بارتو بلي نخدم صباح ب 8 ل 1 اللي يحوس على خدام من الزوج. انا درت الزوج ماكسيموم باسكو جامي لحقنا الزوج، باش اون سي جامي الا تعطلت نقدر نكفيني الوقت. قلت لهم خدام من الزوج ونص ثلاثه لا شي حتى ل 11 تاع الليل يعيط لي. حطيت الانونس يا ربي يا ربي، واحد السمانه عيط لي واحد اسمه من لي سوس بيتزيريا نكملهم هذوما كومبلي، هذا باش ما نطولش عليكم. هذوما اللي طالعين باينين هذو نحيوهم كومبلي هكذا نطيها مليح. تشوفي بلي ما فيهاش ما فيهاش اللحم كيما يقولوا في هذاك القشور، نحيوها كومبلي. ما يهمش تخرج مدوره باسكو حنا واش نديرو بها واش مو شو القرنوم فارسي ولا. ومن بعد كنجيو لهنا هذا البوشون كومبلي، نقصوا الفوقاني تاعو ونبداو نحو الخضر هذا، نبداو الخضره كاع نحوها. بعد نجي ندير هذا بالقارص، نسحب هذا قارص هنا مليح باش ما تكحلش. ومن بعد نجيبو مغرفه نجيو نحو من تحت الداخل هكذا، وشنو غير بالعقل باش ما تحفروهاش بزاف نحو لها كلش هكذا بهذه العفسه نبداو ندورو هكذا برك، ونزيد ندير شويه قارص في الداخل ونعصر هذا ما كان. دوكا نجيبو يمر ميطان تاعنا نديرو فيها شويه زيت هكذا برك شويه باش نزيد نقلو بها الرز. ومن بعدك ونرمو الفول تاعنا يتقلى بسم الله. ونزيدو معاها الجلبانة ايضا في نفس الوقت
سهلة ما على لاغوسي. نزيدو اسمو القرنون قطع هذا قطع هذا قد الفول باش يجيكم مع صورتي مع القطع الصغار. هذا نقلبوها برك هوب وراهي تقلى. نعود نكمل لكم الحكايه هذه. قلت لكم بعدا كي شريت موطو درت انوس عيط لي واحد من لي سوس واقيل راح جواها كي كنت خدمات نيغوسييت معاه قلت له علاش شحال تخلصني عطاني السومه تاعو كنا علاش شحال نحب نخلص منها بعد عطيه فهمني على سومه. وليت نخدم صباح ربي في بلاصه هذيك كنت نخدم فيها صباح ربي تريتور كي نكملو خدمه بعقلي نوض موطو ونروح نخدم تماك نخدم نمشي بحاجه كبيره حتى 8 ونص باسكو هذيك جايه في شغل حومه شويه ما فيهاش راشي 8 ونص نكمل نوض الموطو تاعي ونجي للدار وهي ياخذوا من داك يروح هذاك عندك عندي غير الجمعه والسبت ما نخدمش فيها نومك الجمعه والسبت. وشنو هذيك الحاجه المهمه سي كما تقولوش للناس بلا كودو خدموش خدمات باسكو الله غالب عماكم كاين خدمه ما يخدمهاش ماشي ما لقاش ما يخدمش. حنا صح سي فريك كاينون لي دومين اللي ما كاينش خدمه بصح كاين وين كاين خدمه الناس ما تحبش تخدم اون بدا تروح تقول له ما تخدمش خدمه دابا ما انت شغل كيما يقولوا قضيت على روحك ديريكت سيدي ولا لا تيبيك. هذه الحاجه الاولى باش من بعد كيما يقول واحد يبعد على روحه الهضره بعد روحه العين. زعما مثلا نقول لك تخدم صباح حبست العشيه راك خدام صباح مازالك خدام كي تخدم صباح تروح حبست العشيه حوست العشيه برك عاود تبرون العشيه هي رايحه الى قلقت تاع صباح ما تبقيش راسك ما تحبس تبقى تخدم تاع العشيه. هذه هي لافونتاج تاع خدمه تاع زوج بصح ماشي كامل يقدروا يخدموا خدمه تاع زوج بارزوم اللي يخدموا 8 سوايع ماشي يقدروا يخدموها الاغلبيه. يعني كاين لي دومين تقدر تخدم فيهم الخدمه هذه الا كنت انت مع صحابك دومين ابروفيتي دير على روحك حياتك كما يقولوا على صغرك. كاين بعض التعليقات راهم يكتبوا لي شغل ماهوش عاجبهم الحال كيفاش راني هذا بلي بيكي وراني ندير وصفات ونخدم ويحبوا يوصلوا ميساج الى تما الكومونتير تاعهم راني فاهمهم انا سواديزون زعما شغل باغيهم نموت على الخدمه زعما شغل سواديزون مونترياح من هكذا انت راك تخدم راك تجري مور دراهم و... انا والله نحير كيفاش يخموا عباد هكذا والله راه ماك ديفون مخي يحبسوهولي الناس يجروا عليه كيما يقول الواحد الفنيان يعني يرجعوا يخدم قال اخدم ما تحرك على روحك. حنا العكس حنا كي نشوف واحد خدام يحبوا صابوطيو على بيه. قلت لكم يا خوتي اللي شاف خدمه مليحه لقى خدمه في كاش بوست شباب او دخل منه دراهم مليح ولا منا اضرب بالنح ما تقول ما والو هذا ما كان. لو كان ندير شويه ثوم نجي نزيد لها الرز شوفوا كمشه تاع رز نجي مغارف هكذاك باش يتحمص شويه وقلبوا. شوفوا محمد واش دار شوف لقى التليفون محطوط قدامه حكم القارص بدا يدير كيما كنت ندير في القرنون بدا يجوز عليه قال القارص يا خاله محمد مسكين كيما يشوف باباه يدير. لو كان نجيو نديرو لها لي زيبيس شويه فلفل اسود شويه فلفل احمر وزيد شويه ملح تلصق ولا تحرق من تحت. دابا نجيو نديرو لها طماطم مصبره هذا تقريبا مغرفه تكفي ما كاش كيفاش ما نزيدولهاش الهريسه بب 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 شويه هريسه يا ودي نقول لك كيفاش تجي هيا بسم الله نزيدولها شويه حشيش ونزيدو نقلبوها شويه اذا هكذا دوكا خليتها تقلى مليح خليتها انا تقريبا نحاول واحد 10 دقائق هي تقلى مع الطوماطيش هذيك نقص لها نخلي غير تقلى باش تدخل مليح الطوماطيش في الخضره تاعنا والرز يتحمص مليح تجينا حاجه شابه. دوكا نجيو نديرو لها الماء نغطوها فوقها وشويه برك هكذا تغطى برك الخضره سي بون. دوك نقصوا لها مليح للنار باش نعطوها الوقت تطيب وتشرب شويه ديك لاصوص تجينا سوا سوا هذا نقصوها مليح للنار نغطوا عليها نخلوها تطيب. اذا عاودنا ولينا لكم انا الوصفه تاعي راهي طابت طفيت عليها شوفوا مادام فيها الرز ما لازم تعسوها انا بقيت مره على مره كنشبح تنشف مازال ما طابتش نزيد لها الماء غير بشويه ما نغلبهاش حتى طيب كامل ونخلي لها غير شويه الماء داك باش يشربوا الرز تبقى لنا شويه لاصوص ما نديروهاش بزاف ناشفه شويه زيت زيتون وشويه حشيش والوصفه تاعنا راهي واجده. دوكا نستناو شويه تبرد تحكم روحها ونشوفوها في طبق التقديم. اعزائنا المشاهدين رجعنا لكم من جديد الطبيخه تاعنا راهي واجده. انا نضمن لكم حاجه بلي دركا نوضو روحو ديرك تقضي روحو ديروها بزاف بنينه بزاف بزاف بنينه هذه هي. وبخصوص الموضوع تاعنا اللي قصرنا عليه اليوم هذه يا خوتي لا جوناس خدموا على روحكم خدمه زوج ثلاثه ربي يعاونك اخدم دير دراهم على روحك وما تسمعش اللي يقول لك تموت على دراهم منا باسكو كامل يموتوا على دراهم هذه حاجه الاولى.
البريفيرونس تخدم خير من تريحت شاد لسانك منه ومن تقطع في الغاشي. هذه هي. ودوك نروحو ندوق الطبق تاعنا. بسم الله يا يما شحال بنين. بسم الله. قسم لكم بالله غير واحد الماكله تضرب الطاكوس بالسق العاده طح 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 مش جايبك في قدامها. تحيه الاطباق اللي بالبازيلا خاصه. يبس احدكم.